بهدف تعميم وتطوير استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني، جددت وزارة التجارة وترقية الصادرات تأكيدها للتجار بضرورة توفير أجهزة الدفع الإلكتروني للمستهلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر من هذه السنة. قرار وزارة التجارة بإلزامية وضع أجهزة الدفع الإلكتروني لدى كل التجار قبل نهاية السنة الحالية هو قرار قد يساهم في تشجيع الدفع الإلكتروني، وكذلك بطبيعة الحال لمعرفة نظام تتبع وكذلك ضبط الإيرادات خاصة لما يتعلق الأمر بالجباية. حملات تحسيسية قام بها أعوان الرقابة وقمع الغش مست أصحاب المحلات التجارية كحال التجارة بالتجزئة للألبسة والأحذية والأنسجة وغيرها، خاصة بعد رصد بعض التجاوزات التي كان يقوم بها التجار، في حين أنه سيكون من الواجب وضع سند قانوني حال عدم توفير هذه الأجهزة. في حال عدم توفير هذه الأجهزة لابد أن يكون مصطلح إلزامي مصطلحا واضحا حتى يمكن اتخاذ الإجراءات العقابية أو المتابعات ضد كل مخالف، وهنا لابد أن يكون هنالك سند قانوني يتم العمل به. توفير أجهزة الدفع الإلكتروني للمستهلك ستسمح بتسديد مبلغ المشتريات عبر حساب الزبون البنكي أو البريدي، والتي تحميه من بعض الأساليب الغير القانونية التي ينتهجها بعض التجار.